السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم غريبه بالشوكولات وباللوز، كتجي رائعه لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. غادي نحتاجوا في المقادير 125 غرام ديال الزبده تكون على درجه حراره المطبخ، جوج ديال البيضات متوسطين، كاس ديال العنبه ديال اللوز اللي كيكون مهرمش، ممكن تستعملوا حتى الكاوكاو، كاس لاروب ديال الزيت، الكاس ديال العنبه، كاس عامر ديال السكر كلاصي، نفس الكاس هو باش كناخذ القياس ديال اللوز، كيس واحد ديال الكاكاو فيه 7 غرام او معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره او معلقه صغيره عفوا ديال السكر فاني، كيس واحد ديال الخميره فيه 8 غرام، الدقيق كيبقى حسب الخليط، وربع معلقه صغيره ديال الملحه. الان في قصريه او في اناء غادي نخدموا الزبده مع السكر مع الزيت، كنخدموه مزيان مع السكر فاني مع شويه ديال الملحه حتى كتذوب الزبده مزيان، ما كيبقاوش الطريفات ديال الزبده. كنبداو نضيفوا البيض وحده بوحده وحنا كنخلطوا، من بعد كنضيفوا الكاكاو، كنضيفوا اللوز مهرمش، كنضيفوا الخميره وكنضيفوا الدقيق شويه بشويه، كنبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون لينه رطبه ما كتبقاش تلصق في اليد. من بعد كنبداو نشكلوا منها كويرات اللي كتكون متوسطه الحجم على شكل غريبه، كنحطوها في لاطه اللي كتدخل الفران اللي مدهونه بالزيت او مفرشه بورق الزبده. دابا غادي ندخلوا الحلوه ديالنا الفران اللي تيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه، كنشعلوه من الفوق ومن التحت مع المراقبه حتى كطيب، وكنخرجوها ما كتاخذش الوقت بزاف، دغيا كطيب كنبقاو مراقبينها باش ما تحرقش مع فيها الشوكولاط، ما كيبانش باللي راها طابت، غير كنقلبوها من التحت كتبان لينا تحمرات صافي تنخرجوها. هنا بالنسبه للتزيين كنحتاجوا رقائق اللوز اللي كنحمروها شويه في الفران، وكنحتاجوا المربى، كنغسلوا الوجه ديال الغريبه في المربى، من بعد كنفندوها في رقائق اللوز وكنحطوها في طبق ديال التقديم، وكنقدموها بالف صحه وعافيه. كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي رائعه في المذاق ولا في الشكل ديالها، وكتعطينا كميه اللي هي كثيره، كتجي زوينه بزاف داك اللوز اللي درنا فيها من الداخل، ورقائق اللوز عفوا اللي زيناه بها من الفوق كيعطي واحد المنظر ومذاق رائع جدا بالصحه والراحه. ما تنسوش ديروا جيم للفيديو الى عجبكم، وتشتركوا معايا في القناة باش توصلوا دائما بالجديد. نتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله.